السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مجمل القول، وإلى عنواننا الأبرز لهذه الليلة. خمسون ألف وفاة بكورونا والإصابات تقارب المليون حالة، ماذا بعد حاجز المليون؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام. قبل بدء الحلقة بدقائق كان عداد إصابات فيروس كورونا يقترب من المليون، وربما الآن تسجل الحالة رقم مليون في مكان ما في العالم. لم يكن لأكثر المتشائمين أن يتصور أن تتسارع الأحداث بهذه الطريقة الدراماتيكية، لكن الأهم هو إن لم ننجح في الماضي بتوقع ما يحصل الآن، فعلى الأقل لنقرأ الآن ونستقرأ إلى أين يتجه المستقبل. في هذه الحلقة نناقش وإياكم مرحلة المليون مصاب بكورونا، ما هي مسارات الأزمة وما هو مصير العالم؟ نشاهد هذا التقرير ثم نعود لاستكمال الحوار. وصلت أعداد الإصابات في العالم إلى قرب المليون إصابة بفيروس كورونا، وقفزت الوفيات إلى أكثر من 50,000 وفاة، من بينها 10,000 وفاة في إسبانيا و5,100 وفاة في الولايات المتحدة. في أفريقيا تحذر منظمة الصحة العالمية من بدء تفشي الفيروس، لكن القارة تعاني من نقص شديد في أجهزة التنفس الصناعي. إثيوبيا على سبيل المثال، وعدد سكانها 100 مليون، فيها عدة مئات فقط من هذه الأجهزة. في جنوب أفريقيا تأمر الشرطة 1,000 مشرد بالذهاب إلى بيوتهم، والشارع هو بيوتهم. في الشرق الأوسط تحذر منظمات طبية وأخرى معنية بشؤون اللاجئين من تفشي الفيروس بين 12 مليون لاجئ ونازح في مخيمات مزدحمة في سوريا، العراق، لبنان وتركيا. وفي إكوادور في أمريكا اللاتينية تتناثر جثث الموتى في شوارع أكبر المدن بسبب ازدحام المستشفيات والمشارح بالموتى. وفي اليابان توزع الحكومة كمامتين 2 فقط متعددة الاستخدام لكل أسرة. في الولايات المتحدة يوشك على النفاد المخزون الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي، وتسبب الفيروس في بطالة 6 ملايين أمريكي، وتبحث الحكومة الفيدرالية في نصح الناس بارتداء كمامات أو أغطية أخرى للوجه. أمريكا فيها الآن 216,000 إصابة، وتجاوز عدد الوفيات 5,000 وفاة. لقد تأخرنا في عملية التعامل مع الفيروس، ولكن أعتقد أنه خلال أسبوعين ستبلغ الإصابات ذروتها ثم تبدأ في التراجع. منظمة الصحة العالمية وافقت على إجراء اختبارات على الحيوان باستخدام عقار محتمل توصلت إليه جامعة أوكسفورد البريطانية مع شركة إينوفو الأمريكية. أحدث دراسات علمية ترجح توقف الوفيات بحلول حوالي 10 مايو، وأن الفيروس سوف يندثر بحلول يوليو، لكن الدراسات تحذر أيضا من أنه في غياب لقاح سيعود الفيروس يضرب من جديد بحلول الخريف. عاطف عبد الجواد، مجمل القول، تلفزيون المملكة العربية السعودية، واشنطن. حياكم الله مشاهدينا الكرام. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي هنا في الأستوديو الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وينضم معي عبر الأقمار الصناعية الدكتور ناصر قلاوون من لندن، حيث أنه سيكون معنا باحثا اقتصاديا في هذه المسائل. وينضم معي لاحقا عبر السكايب الدكتور عادل عثمان، استشاري الأمراض المعدية. سنبدأ الحوار مشاهدينا الكرام لكن بعد فاصل قصير. We'll be right back.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نناقش فيها أزمة كورونا في هذا اليوم الاستثنائي حيث وصل أعداد الإصابات إلى 1,000,000. لمناقشة هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعبر الأقمار الصناعية من لندن الدكتور ناصر قلاوون الباحث في الشؤون الاقتصادية، وعبر السكايب الدكتور عادل العثمان استشاري الأمراض المعدية. أبدأ معك دكتور عبد الله، يعني نحن نقترب الآن من حاجز 1,000,000. أريد أن أسألك عن دور الإعلام في هذه الأزمة، هل بالغنا؟ هل تهمة التهويل للإعلام في البداية كانت حقيقية؟ مساء الخير لك وللزملاء وللمشاهدي القناة. أنا في اعتقادي إحنا عندنا في الإعلام قبل كل شيء، بس بعيدا عن العمل الأكاديمي، نظرية ترتيب الأولويات. الإعلام يستطيع أن يصنع من أي قضية قضية مركزية ويدفعها إلى الواجهة مهما كانت بساطتها أو أهميتها. في البداية أنا في اعتقاد أنه الإعلام مارس التهوين من هذه القضية، وأعتقد أنها شأن صيني، استهانة يعني. نعم. التهوين وليس التهويل. لكن في الأخير بدأ الإعلام يمارس التهوين والتهويل الأثنين، عطفا على ما يجري من مثلا لما تحدث جونسون عن انه سنفقد كذا، بدا التهويل للاعلام وبدا تضخيم الارقام. الاسبوع الماضي ايضا لما تحدث الرئيس ترامب ايضا بدا الاعلام الامريكي فعلا يصل الى مرحله التخوف والرعب، انه هذا الرئيس تحدث عن اسبوعين ثلاثه اسابيع سوداء ستمر بها الولايات المتحده، الاعداد بدات تتضاعف، نيويورك ممكن تعلن كمدينه منكوبه. بدا الاعلام فعلا يصحو. في السابق كانوا يعتقدون انها أزمة صينية، لكن بالحديث عن ترامب وعن جونسون هما بذاتهما الاثنين تحدثوا في بداية الأزمة بخطاب يعني يستهين بفيروس كورونا، يعني ترامب كان يسميه الفيروس الصيني يعني بطريقة يعني استحقارية. هل الإعلام فقط لوحده هو من استهان في البدايات أم الجميع لم يتوقع هذا؟ طيب الإعلام بالمناسبة هو انعكاس للسياسة في أي بلد في العالم. الإعلام ربما الأمريكي تقريبا مشى خلف الرئيس بأنه هذا فيروس صيني لا يصيب إلا الصينيين، نتيجة ربما لظروف غذائية معينة فأصاب الصين، وأنه لن يتجاوز هذه المنطقة، وأنه يعتقدون أنه خير لما أصاب الصين مصنع العالم ستتعطل، ستتوقف النمو الاقتصادي الصيني، ربما تبرز الولايات المتحدة فرصة. ثم البعض الآخر بالأخير بدأت تظهر نظرية المؤامرة، وأنه هذا ضرب من سواء من الولايات المتحدة أو من غيرها للاقتصاد الصيني أو تعطيل. بدأت تظهر الروايات لما بدأت الأعداد تظهر، بدأ الإعلام ينقل أنه هذا المرض مرض متفشي ومرض خطير، وبدأت الصين أيضا تتخذ إجراءات حاسمة وعسكرية بالمناسبة لمحاصرة هذا الوباء. طيب أنا أريد من أسألك بالتحديد، هل كان الإعلام جزء من الحل أو جزء من الأزمة؟ الإعلام كان الاثنين. الإعلام في البداية كان جزء من الأزمة، لكن الآن الإعلام لما تفشى هذا المرض فعلا أصبح جزء من الحل. نعم. أنتقل لك دكتور ناصر في لندن، وأريد أن أسألك عن الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، هل القادم أصعب أم أننا الآن وصلنا إلى ذروة الآثار الاقتصادية وبعودة الحياة إلى طبيعتها قريبا ستتلاشى كل هذه الآثار؟ قبل أن أجيب أريد أن أكشف أمر، أني خريج قسم الإعلام من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وبالتالي أتفق مع زميلي من الأستوديو الأستاذ العساف، وأقول أن بشكل عام الإعلام تبع الحكومات، لكن الإعلام في العالم الغربي عدة مستويات: الإعلام الرسمي، الإعلام التجاري، والثالث الذي يهمنا كثيرا الإعلام يعني منصات الاجتماعية التي ربما هناك بعض الانتقادات عليها هنا في بريطانيا والعالم الغربي بأنها أحيانا تسبق في الخبر لكنها تخطئ في التحليل، وكل من هب ودب يستطيع أن يعطي معلومات غير صحيحة طبية أو تجارية أو غيره. بعد هذه المقدمة أريد أن أقول نعم، من الناحية الاقتصادية يفسر تردد صناع القرار في العالم الغربي حصرا بريطانيا ثم الولايات المتحدة بجملة توازنات أو عناصر: أولا الخسارة الاقتصادية، خسارة شركات التأمين، هل يضم جائحة الكورونا تضم إلى لائحة الأمراض التي يمكن أن يؤمن عليها أو توقف شركات التأمين هذا الأمر، وبرأيي التدرج أو الانحدار التدريجي لاستخدام الدعاية الحربية هنا في الإعلام
في الدعاية الحربية لأخذ نوع من التزام كامل لمختلف شرائح الشعب التي لم تقتنع بالأول أن هذا الأمر هو خطير جدا، هو بعيد، لكن حتى تلتزم به استخدمت الدعاية الحربية واستنهضت يعني اللوحات من الحرب العالمية الثانية والبطولة وغيره. لكن أريد أن أعترف أن هناك نوع من فراغ في القيادة في بعض الأمور، وبالتالي قام بسد هذا الفراغ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز لاستنهاض الهمم، وليس حسابات فقط الربح والخسارة المالية والاقتصادية ومؤشرات الأسهم والوظائف على أهميتها، لكن القيادة المعنوية هي بموازاة والإعلامية بموازاة القيادة السياسية والقيادة الاقتصادية. طيب دكتور ناصر، هل وصلنا إلى هذه الذروة أم أن القادم أصعب؟ أنا برأيي لم نصل إلى الذروة الآن اقتصاديا. الآن هناك تأجيل لبيانات الشركات، تأجيل لبيانات الأرباح والخسائر، تأجيل أو إلغاء لتوزيع أرباح 2019 على حملات الأسهم، وربما تغيب بعض الشركات عن دفع مقدرات لصناديق التقاعد. إذن هذه الأزمة وهذه الكارثة ما زلنا نحن في منتصفها، وبالطبع من الأفضل أن يؤجل النظر في النهاية مع الحاجة الشعبية والإعلامية لإعطاء بصيص أمل. لكن أنا أريد أن يعني أذكر فقط تحذير لمدير بنك إنجلترا السابق أو الأسبق ميرفين كينغ، وهو المعروف بحذره الشديد وربما برودته بالتحذير صناع القرار، بأن يعني القفل الأبواب على الشعب لمدة طويلة قد يسبب تمرد، يعني قصده من الناحية عدم الرجوع إلى الوظائف. واضح، يعني واضح. هناك صبر يجب أن لا يساء فهم هذا الصبر الشعبي ويعني لنقول البرودة واضح الشعبية دكتور ناصر. والتعاون مع صناع القرار، يعني نعم. هي ليست إلى ما لا نهاية. نعم واضح. أنتقل للدكتور عادل العثمان وهو الاستشاري بالأمراض المعدية، وأريد أن أسألك دكتور، يعني الجميع استنكر رأي بوريس جونسون حينما طرح موضوع المناعة الانتشارية. اليوم مع تزايد الأعداد ووصولها إلى حاجز المليون، هل يمكن أن يعود العالم ليفكر جديا بأفكار مثل هذه الأفكار؟ السلام عليكم، أشكركم على الاستضافة وأحييك وأحيي ضيوفك. يا هلا والله. الحقيقة لما بدأ بوريس جونسون يتكلم عن في البداية عن نظريات معينة اللي هي مناعة القطيع، يبدو هذه ترجمتها للهيرد ميونيتي، كان في طبعا عليه انتقادات كثيرة جدا من علماء متخصصين في هذا المجال. فحقيقة ما كانت فكرة جيدة من وجهة نظري. بعدين الآن لما كثروا الأعداد والعملية وضح أنه فيها إشكاليات كبيرة ومضاعفات خطيرة، تبين أنه الإجراءات الوقائية يجب أن تأخذ بالاعتبار حتى تقلل من تفشي الفيروس واستخدام أشياء معينة بالنسبة له. فحقيقة أعتقد أن النظام في بريطانيا الآن اتجه اتجاه آخر نحو الحقيقة الآن، لأن الاتجاه كان بادي من أول ما كان اتجاه جيد وصحيح. طيب كيف ترى أداء الأنظمة الصحية في أوروبا؟ الحقيقة في بعض الدول زي إيطاليا وإسبانيا يبدو أنهم تأخروا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في منع تفشي الفيروس. فالآن اللي قاعد يصير هناك هو للأسف الشديد دفع الثمن للتأخير اللي حصل. النظام الصحي في أوروبا جيد، ولكن أعتقد في هذه المرحلة تأخروا في اتخاذ الخطوات الاحترازية. يعني المسألة مسألة توقيت وليس مسألة إمكانيات. بالتأكيد مسألة التوقيت مهمة جدا جدا. واضح، واضح جدا. طيب دكتور عبد الله، يعني خلينا نقول الآن انهينا الربع الأول من سنة 2020، في بداية السنة لم يكن أحد يتوقع أن نصل إلى هذه المرحلة في نهاية الربع الأول. أريد أن أسألك من خلال استقرائك للواقع، كيف تقرأ السيناريو للعالم كله في نهاية الربع الثاني؟
طبعا ما سيحدث في المستقبل هو مبني على ما حدث في الماضي أو في الربع الأول. الربع الأول كان هناك استهانة من بما حدث، والربع الثاني كشف، وآخر الربع الأول كشف المقدرة الصحية والاستعدادات الصحية لدول العالم، لدول كنا نعتقد أن أنظمتها الصحية لا تبارى في المقدمة، وبالتالي فشلت في التعاطي مع هذا المرض، سواء من خلال إجراءات استباقية أو حتى الآن من خلال أنها تتعامل معه واقعيا أو صحيا، من خلال عدم وجود الأقنعة أو الواقيات الطبية، من خلال الإنذار المبكر اللي بدأ اليوم يدق ناقوس الخطر في هذه الدول الأوروبية أو أمريكا تحديدا. إذا هذه الدول اليوم مدعوة بسبب الكثافة السكانية، بسبب اليوم ربما تكلفة العلاج الغالية، بسبب الاحتياطات اللي كل واحد يقول لك لا أنا ما عندي هذا المرض، ما أقدر أروح أسوي كشف مبكر لأنه حيكلف من 1000 إلى 1500 دولار ربما الكشف، وبالتالي الحجر الصحي يكلف 4000 دولار للشخص. هنا في مشكلات اقتصادية بحساب الربح والخسارة على الفرد أولا، وبالتالي عدم اتخاذ إجراءات حكومية يعني تغطي البوليصة التأمين لم يدخل فيها هذا المرض، وشركات التأمين نفضت يدها من علاج أي مصاب بهذا الوباء لأنه لم يكن معروفا في السابق، وبالتالي شركات التأمين تحتاط مسبقا أصلا من خلال بوليصة التأمين وأنت تتوقع عليها على أمراض ربما لن يعرفها هذا الجيل أبدا، وبالتالي لن تستطيع أن تقدم هذه الخدمات. اليوم احنا مرينا بثلاثة نماذج في التعاطي مع هذا الوباء. النموذج السعودي وأنا أعتقد في المرحلة الحالية ربما لن يستطيع أحد مجاراته لأنه أغلب الدول الآن أصبحت موبوءة. النموذج الصيني وهو النموذج المثالي كالنموذج السعودي في التعامل مع المرض، لكن النموذج الصيني بعد فشو هذا المرض أصبحت هناك قوة عسكرية حاصرت مدينة أو منطقة ووهان. مقاطعة أوهان، أصبحت بالقوة الجبرية تذهب إلى البيوت المشتبه فيها وتحضرهم، تعاملت بكل شفافية من لا أقول منذ البداية، لكن بدأ ظهور حالة حالتين ثلاث بدأت تتضاعف، وبالتالي استطاعت أن تحصر هذا الوباء في أي مكان، لم بحل تخجل عسكري. بحل عسكري. النموذج الغربي للأسف هو تعامل أو بنى على الوعي المجتمعي، والوعي المجتمعي أحيانا تحتاج إلى ضبط، إلى قوة السلطان أو قوة النظام حتى تضبط الناس، لأنه اليوم عندنا بالنسبة لنا أو أي مجتمع لما صارت الإجراءات وتم تعطيل الأجهزة الحكومية عن العمل، الناس اعتقدت أنها في إجازة مفتوحة فذهبت إلى الشواطئ والمقاهي وإلى غيرها، أصبحت الحالات تتضاعف. إذا الوعي الإنساني إذ لم يكن خلفه قوة أيضا جبرية حتى تلزم الناس بالبقاء في بيوتهم ولا تتضاعف. البعض يعتمد على الطقس، ربما ندخل في مرحلة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والبعض الآخر يعتمد على ما طيب. ستقدمه شركات الأدوية من حلول أمراض أو أوبئة سابقة من ذات السلالة. برأيك من سيلعب الدور الأكبر، الفرد أم الأنظمة؟ أنا أعتقد أنه مشترك، لا يمكن أن يكون النظام أو تنجح الأنظمة. ربما الدكتور ناصر تحدث عن حاجة مهمة وهي قضية الملل لأنه يتسرب إلى نفوس الناس في المجتمعات الغربية، وهي مجتمعات بالمناسبة محبة للعمل، هي شيء مشترك قائم على الثقافة، قائم على التبادل، قائم على الثقة بين كلا الطرفين. نعم. الدكتور ناصر من لندن، أريد أن أسألك ذات السؤال، كيف تقرأ المستقبل القريب بشأن هذه الأزمة؟ من ناحية يعني مراقب لكل شرائح المجتمع وشرائح النشاط الاقتصادي المتوقف في بريطانيا، أخذ وقت للتوقف تدريجي من المسارح، أنا محب للمسارح وللأوبرا، في يوم العرض منذ أسبوعين جاءتنا رسالة نصية لا تتوجه إلى المسرح وأغلق، ثم تتبع هذا الأمر إغلاق دورة النشاط الاقتصادي التدريجية وصولا إلى البنوك، نسأل عند الدخول هل تريد معاملة اذهب إلى الأونلاين، يعني إلى التعامل الإلكتروني. بهذه الأمور التي حصلت الآن أرى استقرائي للنصف الثاني أو الربع الثاني من هذا العام وقف الدورة الاقتصادية، تضرر الربع الأول كان يعني لنقل الركود، الآن أتنبأ بالانكماش. لا أحد يحب إعطاء الأخبار غير السعيدة، لكن النصف الأول أستطيع أن أجمله الآن، لا أقول توقف النشاط الصناعي، تحوله لصناعات مهمة الآن حيوية، مع دعوة الحكومات والبنوك المركزية، المملكة عضو في بنك التسويات الدولي،
في بازل، وبالتالي هناك استشارات يقدمها هذا المركز، يعني بنك التسويات الدولي للبنوك المركزية، تأخذ بها أو لا تأخذ، لكن بسياسات نقدية تمويلية للشركات الحيوية. وهنا يعني يحصل صراع أو جدال، يعني الشركات تعتمد على مستشارين قانونيين حتى تأخذ الجوائز ثم ترفض الموظفين، وبالتالي حوار الآن في العالم الغربي حوار كبير للقول هناك التزام أولا بأخذ المساعدات، إعطاء الرواتب، الحفاظ على يعني الوظائف، ثم الاختيار الصعب عند صناع القرار ما هي القطاعات الحيوية للاقتصاد، ربما أقول للتأميم الفعلي، وهذا صعب، كلمة صعبة أن تصدر من جهات دولية. مثلا توصيات صندوق النقد الدولي يقول بشراء أو امتلاك، ماذا يعني؟ يعني تأميم، تأميم لحالة الضرورة وليس لعقيدة سياسية كي الشيوعية طيب. أو الاشتراكية أو غيرها، دكتور، بمعنى الحفاظ على الحياة الإنسانية ثم الدورة الاقتصادية فيما بعد. طيب دكتور ناصر، أنا لا يحضرني الآن هذا التصريح، لكن أذكر أني قرأت الأسبوع الماضي تصريحا لمدير الفرع الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية يقول أن الوضع سيء لكن نرى المبشرات الإيجابية. أنت في أوروبا دكتور، يعني هل من مبشرات إيجابية تراها في حولك؟ كل الأخبار الإيجابية، وبالتالي واجب على الحكومات أن تعطي صوت لكل يعني القطاعات، لكل رؤساء القطاعات. نحن نعتمد على الجيش الأول، الجيش الآن هو هيئة الصحة العامة ثم الخاصة. بصراحة منظمة الصحة العالمية تأخرت بعض الشيء بإعلانه جائحة، هذا رأيي. اثنين، الأجسام الطبية والصحية ليس عندها حل في المدى القصير، لكن لا تقول الحقيقة أحيانا كالطبيب الذي يرعانا كمرضى ولا يقول كل الحقيقة لمصلحتنا، وهذا أتفهمه. وثلاثة، أنا رأيي كل حل زهري أو وردي يقال الآن مربوط بتوقيت، وبالتالي لا أرى توقيت يعني لنقل فاعل قبل 3 أشهر طبيا هذا. وبالنسبة للأمور الأخرى، القطاعات الاقتصادية مثلا، صفقات قطاعات الترفيه، المطاعم وغيرها، لا أقول ستبقى مقفلة لآخر الدهر، لكن أول مؤشر هو ينتظره صناع القرار تراجع حالات الإصابة أو ثباتها للعودة التدريجية لقطاعات معينة لا تشكل خطر مثلا على الشعوب. واضح جدا. ولا أظن أنه سيأتي بضربة ساحر فتح كل القطاعات، سيأتي جدا. بطريقة تجريبية ربما بعد شهرين، وقس نعم. على ذلك روسيا نعم. الآن عندها عطلة شهر، إذن النصف الأول من العام الرحمة عليه برأيي من ناحية الاقتصادية. طيب الله يرحمنا برحمته. طيب دكتور عادل، أريد أن أسألك عن رأيك بالتحديد فيما قاله الدكتور ناصر من لندن، حيث قال أن منظمة الصحة العالمية تأخرت بإعلانه كوباء. هل ترى أن منظمة الصحة العالمية قامت بدورها كما يجب في هذه الأزمة؟ في الحقيقة كان في نوع من التأخير من منظمة الصحة العالمية، أنا أتفق مع الدكتور ناصر، لكن إجمالا حنا كدوائر حكومية وزارة صحة لا نعتمد بالدرجة الأولى على منظمة الصحة العالمية، أي نعم نستفيد من نصائحها ونستفيد من التصاريح اللي تكون موجودة ونستفيد من الأعداد حقة المرضى، ولكن بالنهاية حنا مؤهلين لوجود المعلومات عن طريق الإنترنت والأشياء الثانية اللي موجودة، وبناء عليه ناخذ الخطوات الضرورية. فاحتمال اللي كان معتمد على منظمة الصحة العالمية وكان ينتظر أنها تعلن أنه وباء عالمي، ممكن أن ما يكون كسبان الآن. طيب كثير من الدول لا تعتمد على أنفسها في تحديد المعلومة والتجاوب معها. طيب دكتور عادل، أنا بسألك ذات السؤال اللي سألته ضيفي الكريمين سابقا، كيف ترى مسار الأحداث في الفترة المقبلة؟ في الحقيقة مسار الأحداث ممكن أن يختلف من دولة إلى أخرى. في دول أخذت في الاعتبار خطوات استباقية واحترازات مهمة، احتمال هذه الدول بإذن الله تعالى
يكون الضرر عليها قليل، غير الدول الأخرى اللي ما أخذت الاحترازات من بدري هي اللي ممكن تدفع ثمن غالي. فبناء عليه كل دولة حاليا بعد توقف الرحلات الدولية والأشياء دي كلها يجب أن تهتم بشعبها وبالوطن اللي هي فيه، وبناء عليه في خطوات معينة بتصير. على سبيل المثال لو استمر الحالات عندنا بالطريقة هذه مدة يومين ثلاثة وبعدين بدأت في النزول ونزلت وقعدت لها يمكن أسبوع بعدد قليل جدا، ممكن التفكير في إعادة الحياة إلى سابق عقلها بشكل تدريجي. لكن في بعض الدول زي ما انت شايف على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يعني نتكلم على 3 إلى 6 شهور قبل ما الأمور تتحسن، وممكن أضيف إضافة وممكن أضيف بشكل سريع دكتور لأن نحتاج نطلع فاصل بس سم، لأن الحقيقة في تأخير كبير جدا وإلى الآن في رحلات داخلية قاعدة تحصل في أمريكا حاليا. مشاهدي الكرام سنكمل حوارنا في هذه الملفات لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج مجمل القول الذي نناقش فيه هذه الليلة موضوع أزمة كورونا، في حين أن الإصابات بهذا الفيروس اليوم قد تجاوزت 1,000,000 إصابة. دكتور ناصر من لندن، أنا أود أن أبدأ معك الآن بملف الأوبك. يعني اليوم شاهدنا المملكة العربية السعودية تدعو لاجتماع عاجل لمنظمة الأوبك، وأظن هذا له امتدادات على موضوع فيروس كورونا. أريد أن أسألك بالتحديد، لماذا المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق توازن واتفاق عادل يعيد هذا التوازن لأسعار الطاقة؟ هناك عدة مستويات. أولا أقول أن تراجع سعر النفط لأسباب عدة، جزء منها يعني وباء الكورونا، جائحة الكورونا، واثنين اختلاف الشركاء في أوبك بلس عن مستوى التخفيض مع اتفاقهم على المبدأ بالتخفيض الإضافي، وثلاثة وفرة المعروض في سوق النفط العالمي، رقم 4 تراجع الاستهلاك خصوصا في شرق آسيا بسبب الجائحة بملايين البراميل، بما يحتم ربما تخفيض 10,000,000 برميل من أصل 100,000,000 برميل يوميا استهلاك عالمي. وبالتالي كان ليس من العدل أن تتحمل المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر في الخفض، خصوصا أن الاتفاق السابق هي قامت بحسم إضافي 500,000 برميل من خارج الحصة، وبالتالي نوع من هدية للاقتصاد العالمي. الآن نحن وصلنا إلى تهاوي أسعار وصراخ الشركات التجارية في العالم الغربي هنا، وحتى الشركات الروسية روزنافت، إيغور سيشين يعني رئيس الشركة اعترف بتراجع قيمتها 40%. مع كل يعني لنقول الكلام الإيجابي، هذا لا يخفي معاناة الشركات الروسية، اثنين معاناة النفط الصخري الأمريكي، وتراجع الانفاق الرأسمالي على الاستثمارات في شركات مثل شيل وبريتش بتروليوم والأمريكية على الأقل 30-40% لهذا العام، بمعنى قفل أبار من الناحية العملية، أبار غاز وأبار نفط ومنصات بحرية. الآن الرئيس ترامب صرخ بالخطر لمعاناة جوهرة يعني النفط الأمريكي وهي ولاية تكساس وتضررها، وبالتالي أصبحت لنقل حاجة الجميع لاتفاق، وهنا طيب.
قيادة المملكة العربية السعودية لأوبك ولمجموعة العشرين حتى ما عليها قيام بمبادرات لإصلاح الوضع وبالتالي المساعدة ليس فقط للمستهلكين وهذا محمود ولكن لشركات الإنتاج كونها شريكة للشركات الوطنية. نعم واضح دكتور ناصر، لكن أريد أن أسألك بالحديث عن المبادرات وبالحديث عن ترامب، اليوم بعد مكالمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي صعدت أسعار النفط تقريبا 22%، بعد دعوة المملكة العربية السعودية لهذا الاجتماع العاجل قفزت أيضا أسعار العقود الآجلة، ماذا يعني ذلك؟ تحسس يعني المضاربين وتحسس القطاع الصناعية أن الدول الصناعية وأولها الصين رقم 2 في العالم، لا أقول وضعت الوباء وراءها لكن تتحسس كيفية فتح قطاعات اقتصادية لحاجات استهلاكية أولا وليس فقط لقضية الإنتاج. لا أحد يحلم الآن بتحقيق نمو، أنا برأيي الشخصي هذا نمو كبير هذا العام، هو تخفيف الضرر وتخفيف الانكماش. ربما يجرؤ الآن صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الدولي في باريس OECD للقول أن الانكماش يختلفون على الحجم، أنا أقول 10% انكماش بشكل عام، لكن الآن بهذه المبادرات الآن وقيادة المملكة برأيي هي كما قلت لتطمين الشركات تطمين المستهلكين. فاتح بيرول في باريس هو رئيس وكالة الطاقة الدولية سعيد بأن المستهلكين يعني يتنعمون بسعر نفط ضئيل، لكنه قلق على تهاوي قدرات المستهلكين وبالتالي ارتفاع السعر بعد 6 أشهر ليس بسبب الوفرة، بسبب تهاوي جهات يعني التجارة مثل طيب. فيتول أو غيرها وشركات الخدمة النفطية المهمة شلومبرجر وغيرها التي تعاني وليست موجودة في منصات الإعلام الآن بشكل كبير. طيب دكتور ناصر، حماية الصناعة النفطية برأيي والاستهلاكية. طيب دكتور ناصر، إن أردت أن ألفت الانتباه إلى الموقف الروسي، روسيا لم تحسم موقفها في الاتفاق الذي كان هناك محاولة أن يتم بداية هذا الشهر، أنا أريد أن أسأل عن الموقف الروسي بالتحديد، هل هي حرب أسعار أم أن للروس مآرب أخرى مثلا بما يخص النفط الصخري لدى أمريكا؟ نعم وربما هذا حق أنا أقول بعض الشيء، بأن في الماضي استفاد قطاع النفط الصخري الأمريكي وتدلل كثيرا بزيادة الوفرة النفطية في السوق 1,000,000 برميل في العام بدون أن يدفع فاتورة. الآن يعني مبادرة الأمير محمد بن سلمان، لا أقول يعني صناعة قطاع النفط الصخري الأمريكية والقطاع النفطية هي خاصة وبالتالي لا يستطيع الرئيس ترامب أن يعطي رقم، لكن أفهم من هذا الأمر بأن ربما هناك رسالة وصلت. أنا كنت اطلعت على بيانات من شركات أمريكية تقول بضرورة الخفض وبالتالي تقوم هي بهذا الخفض تحت لافتة اقتصادية في المدى القصير لوفرة المعروض وتستفيد منه أوبك وروسيا. روسيا حتى تجلس على الطاولة سيدي يجب أن يكون هناك هدية أمريكية وبالتالي هذا يفيد الكل بإنقاص يعني الانتاج اليومي على الأقل بمليونين إلى 3,000,000 برميل وبالتالي التقطته السوق وانتعشت عليه. واضح جدا. إن سمحت لي أن أنتقل لدكتور عبدالله العساف هنا في الاستوديو. في السياقات السياسية أثناء هذه الأزمة لاحظنا أنه بعض الدول بل حتى ميليشيات الحوثي استغلت هذه الأزمة لإرسال صواريخها إلى العاصمة الرياض، وهناك أيضا دول أخرى استغلت عقد المملكة للقمة الافتراضية أهم قمة وأهم اجتماع يحدث في العالم استغلته بنشر بيانات معادية للمملكة العربية السعودية. أريد أن أسأل إلى ماذا يريد أن يصل هؤلاء وما الهدف من هذا التوقيت؟ طيب خليني أتحدث أولا أنه هذه الأزمة سيست فمن جميع الدول، فكل دولة تحاول أنها تسيسها وتحقق مكاسب سياسية واقتصادية. إذا نظرت إلى إيران، إيران تسيس من الكورة إلى الكورونا وبالتالي ننظر أيضا إلى الحوثي، هي أرادت إرسال رسالة للعالم أو للولايات المتحدة أنه لدي أذرع ما تزال قوية جدا وتستطيع أن تواصل رغم ما أعانيه من حصار ومرض وجائحة تفتك بالشعب الإيراني وكل هذه الأمور، أنا أستطيع أن أصل ولدي أذرع تأتمر بأمري أو ميليشيات تأتمر بأمري. السعودية نجحت وأضافت نجاح إلى نجاحاتها السابقة في أنها تجمع العالم من أجل العالم في قمة افتراضية هي الأولى من نوعها
تنوعها في التاريخ، وهي ما سيبنى لاحقا على القمم الافتراضية والاجتماعات على مستوى الزعماء ووزراء الخارجية وزراء الاقتصاد والنفط أو غيرهم، هي أيضا ستنطلق من هذه النقطة. وسيشير التاريخ إلى نجاح المملكة العربية السعودية بأنه جمع 36 بالمناسبة جهة وليس 20 كما هما العشرين الكبار. هناك منظمات اقتصادية بين مجموعة البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية وغيرها، بالإضافة إلى الدول التي استطاعت السعودية في 36 موقع أن تنقل العالم إلى العالم من أجل الإنسان، من أجل الاتحاد مرة أخرى والعودة إلى إغلاق مصانع السلاح والاتجاه إلى مصانع الدواء، من أجل تقديم خدمات إنسانية بعدم حرمان الإنسان من وظيفته ومن دخله ومن حقه في العلاج. إذن كل هذه تحاول اليوم إيران مثلا تعالج أزمتها بأزمة. بعض الدول اللي أنت أشرت لها حضرتك أيضا لديها أزمات داخلية، تفشي مرض الكورونا، ولديها انهيار في عملتها، ولديها إحجام الآن في السائحين، وهي تعتمد على السائح بشكل كبير جدا في اقتصادها، فهي تريد مرة أخرى أن تعالج هذه الأزمة بافتعال أزمات أخرى وبصرف النظر عن واقعها الداخلي إلى تحويلها الأنظار إلى المملكة العربية السعودية. نعم دكتور عادل، أنا أريد أن أسألك عن فيروس كورونا بالتحديد. أنت استشاري بالأمراض المعدية، وأريد أن أسألك من بين كل الأمراض المعدية هل فيروس كورونا هو الأخطر؟ في الحقيقة لا، ما هو الأخطر. لماذا اكتسب كل هذا الزخم؟ لأنه من الفيروسات الأسرع انتشارا. عادة الفيروس الجديد هو طبعا يعتبر فيروس جديد ما كان موجود قبل كذا، فما في مناعة عند عامة الشعب، فإذا جاء واحد ممكن الشخص هذا يصيب 4-5 في جلسة واحدة، يعني في خلال ساعة جالس معهم لا مؤاخذة يكح أو يعطس، فاحتمال قوي جدا أن يصيبه، يطلعون هذول ويصيبون ناس ثانين. فهو أهميته في قدرته على سرعة الانتشار، هذا بالدرجة الأولى. أهميته أيضا بالدرجة الثانية أنه ممكن أن يسبب التهاب رئوي مزعج عند كبار السن، لأنه في الغالب صغار السن الصحيحين اللي ما عندهم أمراض ولا شيء، في الغالب أنه يمكن يصاب بالمرض ويطيب بدون علاج بدون شيء، يمكن ما يقارب 81% بالطريقة هذه، ولكن فيما يقارب 15% يكون العملية عندهم من متوسطة إلى شديدة، وممكن أن يحتاجون إلى عناية مركزة، وإذا كانوا كبار في السن وعندهم أمراض أخرى قد يكونون معرضين. طيب للموت. دكتور بحديثك عن الكحة والعطسة، يعني هل كل كحة وعطسة نخاف منها هذه الأيام؟ ما هي بالضرورة، لكن الكحة والعطسة من الشخص المريض يعني يجب أن يكون واحد حريص من هالناحية، والاحتياط واجب. لكن إجمالا يمكن الفكرة في انعدام تفشي الفيروس أو توقيفه وانحساره هي التباعد الاجتماعي اللي هو تباعد الأجساد. جميل جدا. يعني لو كان أحد مريض ولا شيء من هالقبيل يجب أن يعزل نفسه. واضح، واضح جدا دكتور عادل. دكتور، أنا والسادة المشاهدين بالتأكيد مستمتعين بحديثك، لكن دائما بعد حديثك أنا أضطر للذهاب إلى فاصل قصير، لكنه بالتأكيد فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال هذا الحوار، تفضلوا بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها موضوع أزمة كورونا، حيث تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم 1,000,000 مصاب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معي هنا في الاستوديو الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكذلك عبر السكايب الدكتور عادل العثمان استشاري الأمراض المعدية، وعبر الأقمار الصناعية الدكتور ناصر قلوون من لندن، حيث أنه باحث اقتصادي في الشؤون المتعلقة بأزمة كورونا. طيب دكتور عادل، أنا أريد أن أسألك عن المملكة العربية السعودية، المملكة قارة، هل هناك فروقات بين المناطق الحارة، المناطق الجافة، المناطق الباردة؟
في الحقيقة ما في فرق كبير، ولكن قد يكون الفرق في الأماكن المزدحمة، الأماكن اللي فيها الأعمال كثيرة. تجد أنه مثلا الرياض وجدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة قد تكون من أكثر المدن اللي فيها إصابات نتيجة الموجود، ولكن ما لها علاقة كبيرة جدا بدرجة الحرارة. الشيء الآخر أيضا، في كلام كان موجود أنه لما ترتفع درجة الحرارة يمكن الفيروس يقل. الحقيقة ما في دليل علمي أن الكلام هذا صحيح. هذه واحدة من الإشاعات اللي ماشية بالسوشيال ميديا حاليا. لكن أهم شيء حقيقة في انحسار الفيروس وعدم تفشيه هي اتباع الخطوات والتعليمات حقت وزارة الصحة، اللي هي التباعد الاجتماعي، وأي واحد يحس أن عنده مشكلة معينة لازم يعزل نفسه ويكلم على 937 حتى يشوف هل يحتاج يروح المستشفى ولا لا. جميل جدا. بهذه الخطوات، نعم بهذه الخطوات إن شاء الله تعالى نبي نحصر الفيروس بإذن الله تعالى. جميل جدا. دكتور ناصر، هل تتفق معي بأن صاحب الاقتصاد الأقوى هو صاحب النفوذ الأكبر؟ هو بالطبع الولايات المتحدة الاقتصاد الأقوى، شركات الأدوية كل الأمال معلقة عليها، عندها استثمارات رهيبة، حتى شركات السيارات لكن دكتور ناصر لإنتاج أمور لها علاقة بهذا الأمر، وإعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية، بمعنى ما هو الواجب الآن لتأمين يعني حياة الشعب، تنقله. لفتني أن قطاع سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة ترمى عليه البطولة كونه ينقل ربما ثلثي السلع والبضائع خصوصا الغذائية ما بين الولايات، وبالتالي يتعرض للخطر. هيئة الصحية العامة في بريطانيا يحتفل بها بأنها هي بديل الجيش في المرحلة الحالية لمواجهة الوباء. لكن هناك قطاعات مساندة، الأمن، الشرطة، ولحفظ يعني وتأمين خلو الشوارع والساحات العامة. لكن دكتور ناصر، لكن دكتور ناصر، بالحديث عن علاقة الاقتصاد بالنفوذ، أنا أريد أن أسألك ما هو مصير الاتحاد الأوروبي بعد هذه الأزمة؟ هو تحت ضغط كبير الآن، لكن أريد أن أميز بينه وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها إدارة مركزية فيدرالية، وبالتالي من السهل تنفيذ رغبة البيت الأبيض بعد المرور على الكونغرس بضخ أموال 2.2 تريليون دولار في الاتحاد الأوروبي. هذا الأمر يمر عبر مؤسسات البنك المركزي الأوروبي، صح أنه يغطي عملة اليورو لكنه لا يتدخل في السياسات الاقتصادية الوطنية. وبالتالي أعطي مثل أن إيطاليا تريد تيسير كمي 700 بليون يورو، هناك تردد ألماني بالتغطية، وبالتالي نقاش أوروبي هل تكون هذا الأمر مغطى بسلة كما حصل في الماضي في مساندة اليونان أو قبرص أو غيرها، أو يترك لكل دولة على حدة خلال البنك المركزي الأوروبي، بمعنى لا يكون فعال كبير شراء أسهم شركات أو أسهم يعني سيادية لكل دولة على حدة، وبالتالي نظام الحصص. أنا أرى أنه يواجه تحدي كبير الآن بعد رفع الحدود بطريقة إفرادية من دول معينة كثيرة، فيه اثنين اتباع سياسات ربما تكون مفيدة لألمانيا، الاقتصاد رقم واحد فيه، وثلاثة امتعاض في دول أوروبا الشرقية. طيب دكتور ناصر، أنا أريد أن أذهب إلى تدخل ما يراه المركز. أريد أن أذهب إلى الحد الأقصى. قرأنا اليوم عنوان صحفي يقول أن الضغوط الاقتصادية العنيفة تهدد بتفكك منطقة اليورو. هل تعتقد أننا سنصل إلى مرحلة التفكك؟ من المبكر القول هذا الأمر كما قلت، لأن سلطة الهيئات الفيدرالية أو الاتحادية في الاتحاد الأوروبي لا تمتد لكل القطاعات، إنما خرق سقف مثلا العجز في الميزانية كما تطلب إيطاليا من 3% إلى 6% لتيسير الإنفاق، هذا أحد الشروط. وبالتالي أنا أرى هناك مرونة ألمانية لغض الطرف عن خرق بعض السقوف الآن في مرحلة الأزمة، ثم العودة إلى النظم، احترام النظم فيما بعد. تحت الضغط سيدي، وتحت يعني وطأة الحرب العالمية ضد الكورونا، برأيي كثير من السدود ستنهار، واضح. إن كانت قانونية
سواء بإرادة أو بغير إرادة، واقتصادية وتجارية. واضح جدا. دكتور عبد الله العساف، كيف سيكون شكل العالم بعد اليوم التالي للخلاص من كورونا؟ أيضا هذا يصعب التنبؤ فيه، لكن الاتحاد الأوروبي سيدخل، إن لم يكن دخل في أزمة ثقة فيما بينه وبين بعضه. لم يتحد هذا الاتحاد، لم يستطع هذا الاتحاد أن يكون فعلا اتحادا أوروبيا يستطيع التعامل بفكر الدولة الواحدة والاتحاد الواحد في التعاون مع هذه الدول. أغلقت الدول حدودها، انكفأت على نفسها، أصبحت هناك مساعدات من الصين ومن روسيا إلى إيطاليا، أصبح هناك تصريحات علنية من قبل المسؤولين الإيطاليين بأنه الشكوك حول الاستمرارية المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. أما دعني أرجع إلى سؤال حضرتك، وهو سؤال مشروع لا يزال العالم يتنبأ ولا يملك الإجابة، لكن ثق تمام الثقة أن عالم ما بعد كورونا سيكون له انعكاساته السياسية، انعكاساته الاقتصادية، انعكاساته على الأمنية، وانعكاساته أيضا الصحية وعلى منظمة الصحة العالمية وغيرها، وانعكاساته الثقافية على الكتاب والسينما والفيلم وغيرها. بالسابق بالمناسبة كانت الأوبئة من ضمن أفلام الخيال العلمي ومن ضمن أيضا التنبؤات التي تحدث فيما بعد. اليوم أصبحت حقيقة واقعة ستنعكس على الثقافة، على الرواية، على القصة، على الفيلم، على كل شيء في المستقبل القريب. العالم لا يجب أن يعيد تكوينه فيما بعد كورونا. كيف سنتعامل؟ شركات الأدوية التي احتكرتها الدول لنفسها بعيدا عن منطقة العولمة اللي كان منفتح في كل مكان، ستعيد الدول التفكير في صناعة أدوية الحياة داخل حدودها وإقفالها عندما تحل مثل هذه الأزمة وعدم السماح بتصديرها. طيب دكتور، أنت بالحديث عن الثقافة وأن كل القطاعات متأثرة، أنا أريد أن أخذ الثقافة من جانب إيجابي. خلينا نقول مصائب كورونا عند قوم فوائده. نعم. ربما تكون المكتبات المنزلية في هذه الأيام هي الرابح الأكبر في هذه الأزمة. أريدك أن تحدثني عن الفوائد. أنت دكتور في الجامعة كما أعرف وتلقي محاضرات للطلاب في هذه الأيام، أريدك أن تحدثني عن هذه التجربة من ناحية إيجابية. طبعا كورونا ليست كلها شر، احنا نقول شكرا كورونا، علمتنا على القاعات الافتراضية. القاعات الافتراضية كانت متواجدة، ما كنا فعلا نستخدمها، بالرغم من توفير الجامعات السعودية لعدد من أنظمة التواصل عن بعد. اليوم فعلا أصبحنا نتواصل، أصبح الطالب يعشق الحضور عن بعد لمرونته ولتفاعله مع أستاذه. أيضا ربما نستخدمها في المستقبل القريب في أنه بعض الدروس نظرية لا يحتاج الطالب يجي للجامعة، توفير للقاعات، ازدحام المروري وغيرها، يأخذها عن بعد وتوفر القاعات للمواد العملية اللي فعلا تحتاج تطبيق. أيضا استفدنا مدى نحن في المملكة العربية السعودية جاهزية الأجهزة الحكومية في التعامل مع هذه الأزمة. أدارت هذه الأزمة باقتدار وبنجاح الحقيقة باهر يذكر فيشكر. أكثر من 15 قطاع حكومي اتحدوا في وقت واحد، من الصحة إلى الأمن إلى الغذاء إلى الأمانات والبلديات في مواجهة هذا الوباء. أيضا قسنا جاهزيتنا في لا قدر الله لو تحدث أزمة في المستقبل. أيضا البعد الأمني وكان مهم جدا، وهذا بحاجة إلى مراجعة، وخصوصا مع بعض الدول المجاورة والمستقبل كيف نتعامل مع بعض الثغرات الأمنية. بإذن الله. الدكتور عبد الله العساف، شكرا جزيلا لك، كنت معنا وأنت أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكذلك أيضا الشكر موصول للدكتور ناصر قلاوون من لندن من بريطانيا، وهو الباحث في الشؤون الاقتصادية. وكذلك أيضا الشكر موصول للدكتور عادل العثمان، كنت معنا عبر سكايب وأنت الاستشاري بالأمراض المعدية. مشاهدينا الكرام، الحديث يطول حول هذه الأزمة، لكن إن أردنا أن نأخذ الخلاصة من كل الأحاديث التي تطرح حول هذه الأزمة فإنها بوصية واحدة، وهي أن الجميع يرجوكم أن تبقوا في منازلكم من أجل سلامتكم ومن أجل سلامة الجميع. ندعوكم بإذن الله لمتابعتنا في حلقة الغد. دمتم بخير، في أمان الله.